عاشور. من بكرنس لبني عبيد حبيبي حمش وشديد. الله، الراجل ده اهلاوي. يا جماعه انك تتجوزي راجل ده اهلاوي. انا عايز احيي العروسين واقول لهم ايه دي لوحدها معناها ان طاقه القدر اتفتحت لك يا مدام. بصراحه بقول لك ايه، هي صاحبتك دي هتتجوز ساري عربي. انت غنيه بفقرك. الله. وعزيزه علي يستخلوا عنك. الله. وحبيبه الى قلبي اذ نبذوك. خدي مني بقى دي وما ترجعيش ورايا، وحياتك الزوجيه هيبقى كلها عز وفرح. جمبري حلو قوي. طب خد طبق. انا كويس قوي كده، ما تقلقيش. الراجل ده اهلاوي. وستجدين عندي من الحب خيرا مما فقدت عنده. الله. خدها يا سيدي. هتحسي كده انك متجوزه واحد من نجوم هوليوود. واحد من نجوم هوليوود. من نجوم هوليوود. الفيلم اللي انا داخله ده ميزانيته كبيره، كبيره جدا، وهرشحك ليه. ده انت نجم كبير اكيد يعني، مش هتسيب كل ما تعجب بيا. انا جدا ومتشكره قوي يعني، تعبتك معايا صح؟ ايه يا هند الكلام ده، ما تقوليش كده، تعمل راحه. الله، لما نقول ده اهليه. ارجوكي ما ترديش دلوقتي، فكر. يعني المنصوره وجمالها معروفه، حطي 100 خط. البلد اللي مش فيها احلى بنات وبس، لا وكمان احلى واجمل واطيب واوسم رجاله في الدنيا كلها. والشاب الحلوه اللي هناك ده، ده حلو قوي قوي. حلو ايه ده يا جماعه؟ ايه ده لو سمحت؟ عايز. من مميزات ابن المنصوره انه راجل حدق ويفهمها وهي طايره. ايه الجمبري ده كله بقى؟ ايه ده؟ يا نهار فوسفور. حمش. يو بلادي وورز. قيادي بطبعه. جدا. طبعه كده، هو كده، ربنا خلقه كده قيادي. خدي بالك من طريقتك. خلاص ما بقتش قادره اكمل معاك. يعني ما تقعديش تقعدي وتدي معاه كتير، لان هو عارف الصح على طول فين وبيعمله. رجاله المنصوره شاطرين قوي في شغلهم. طب طبعت الريبورتات ونادرا عديت على الحسابات. ما تلاقي حد فيهم شغال وما وصلش لمنصب مهم في شغله. مشاوير التليفونات. بصي جربي كده تقابلي اي مدير في شغلانه، هتلاقيه المنصوره على طول. الدبه خلص الشغل وفنشه، الجو مكهرب فرفشه، طلب الاجهزه كرمشه. مستحيل ما يكونش شخص مؤثر، حد كده فنان. ما هو اصلا مش معقول كل الصرف ده، مفيش بار. مساء الخير. لازم تلاقي عنده حاجه تبهرك. جمبري حلو قوي. لما تشوفي جوزك قد اهلاوي لازم تحتفي بيه. انا بحبك يا كامل، وجنبك زي ما انت عايز. من بكرنس لبني عبيد حبيبي حمش وشديد. الله الله. الله.